معرفة التوحيد، لأنه قد يسألنا سائل يقول هل أنت موحد؟ تقول نعم. يقول ما هو التوحيد؟ تانيوم سپاری فلیمش توحیدن دراسه دات دورسه دیکوش ناپیت فارش توحیده نی پاتیتر دوت دیم سه سیتی پرجیزه میاتی. التوحید هو افراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبیه والالوهیه والاسماء والصفات. سریم توحیدت اشته ای اشته نیسیمی الله نزاتریم لتی دن عذاریم دایتی دن امرت لتسلسیت اتی. نعم. فهذا معناه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كده ثلاثة توحيد ضاعت نتري كاتغوري. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد إيش توحيد ربوبية توحيد نشمري الله نزاتري من أتي. كده ثلاثة تاني سويم الله ما ذيفرت أتي. توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد أو بالعبادة، لا تصرف العبادة إلا لله. Pastaj lloji i dytë i tauhidit është që ta njësojmë Allahun me veprat e robit, pra që robit mos veproj asnjë adhurim vetëm se t'i dedikoj atë vetëm Allahut dhe askujt tjetër. Tauhid al-asma'i was-sifati huwa ifrad Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'i wa sifati. Ndërsa tauhidi i emra e cilësit Allahut është që ta njësojmë Allahun me emrat dhe cilësit e tij të bukura. Bi an nuthbit lillahi subhanahu wa ta'ala kull ma athbat li nafsihi wa athbat lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam مع تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. كيا توحيد يا أمر سلسية أشتتا فهوي ما الله أتو سلسية يا كفوها أي بيتس ذات يا مهوي ما أتو سلسية أي كمهوا بيتس دوك مصر بنجاسو الله ناتو سلسية يا كم والله أعلم. الله أدين مسمير.